بتقولي ايه لياسمين صبري؟ خطوبتها كانت خلال ايام، يعني كانت حديث السوشيال ميديا. والله انا بصي ما كنتش، انا مش متاكده قوي من الموضوع، بس لو ياسمين اتخطبت لابو هشيمه انا بقول لهم الف مليون مبروك، وانتوا الاثنين جمال خالص خالص، وانا بحب ياسمين احب لها السعاده، يا رب يسعد قلبك ياسمين. يعني قابلت التعليقات بتاعتها ازاي؟ كله علق على الفستان التايجر زي اللي لبسته هاي. بصي فلوس، بصي ياسمين عجباني دماغها متكلفه، بتخلي ياسمين صبري، هي ياسمين هي ياسمين، ما يهمهاش حد، وهي ما بتعملش، بنت في حالها، يعني سيبوا الناس في حالها، سيبوا الناس في حالها، سيبوهم يعيشوا سعداء، سيبوا الناس تختار، يعني ليه 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 ليه؟ الحمد لله الحمد لله بعمل حاجه اسمها الا انا، بره رمضان ان شاء الله باذن الله نحقق مشاهده على دي ام سي الساعه 8 الا ربع. شكرا دي ام سي انها احتضنت مشروع بالقوه دي وبالحجم ده، ومشروع فعلا يقال عليه انه من الحياه. شكرا استاذ يسري الفخراني، الرجل يعني القائم على يعني على الحكايه على المنظومه دي، دايما شاشه دي ام سي منوره بناس محترمه. شكرا كل المنتجين اللي قدموا شغل كويس. هو موسى الا انا بنات موسى. موضوع الكورونا ده شغلك زي اكيد زي الشعب عامه؟ طبعا شغلني، وانا بتشكر جدا لمصر بلدي، بتشكر جدا لرئيسي انه قد المسؤوليه، بتشكر لهم انهم فعلا عملوا ال 15 يوم دول اجازه، ولو كان هيأثر على مصر وقفوا الدراسه سنه. لا ما عندكيش مشكله ان هي بس تمتد شهر. ابني يتاخر سنه ما يروحش مني، انا بقول لكم اخروا الدراسه سنه. تفتكري لو وقفوها سنه تفتكري في اعمال هتوقف تصوير فعلا؟ هل الاعمال برضو ما فيهاش اي مشكله لمصلحه مصر؟ يعني لمصلحه مصر، على فكره العالم كله متوقف بسبب الكورونا، امريكا متوقفه فيها كل المصانع والحاجات اللي فيها تجمعات. لو عملوا حظر تجوال هيبقى دي مشكله ولا ده عشان مش هتوصل لحظر تجوال؟ بس اصل المشكله انا حتى مصوره النهارده فيديو مع ابني بقول له هتعمل ايه حبيبي في ال 15 يوم؟ قال لي هصحى متاخر. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعدين هفطر، وبعدين بعدين وبعدين هروح مش عارف مع اصحابي. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعدين ارجع متاخر. قلت له وبعدين؟ قال لي هصحى تاني متاخر. قلت له والمذاكره؟ قال لي لا احنا اجازه، فلا احنا هنشد على عيالنا عشان يذاكروا في البيت.